بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، في البداية أشكر هيئة علماء المسلمين لإقامتهم هذا المؤتمر، وكذلك أشكر الإدارة التي تدير هذا المؤتمر، حقيقة مؤتمر ناجح، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء على هذا العمل المبارك. عنوان بحث آل الشيخ حسن القلزردي وآثارهم العلمية. هناك عوائل كثيرة كما تحدث أصدقائي وزملائي الذين كتبوا بحث حول علماء والعوائل العلمية في كردستان، كثير منهم الذين خدموا العلم والدين ونشروا الثقافة في المجتمع. ومن هؤلاء ومن تلك العوائل العلمية طبعا السادة البرزنجيين عموما في كردستان العراق، وآل الشيخ حسن القلزردي الذي هم يعني جزء من السادة البرزنجيين. القلزردي طبعا قرية تبعد عن مدينة السليمانية حوالي 20 كيلومترا، وقلزردي لها معاني، يعني قيل أنه يقصد به الوردة الصفراء، وقيل أن يقصد به قل يعني بمعنى التراب، وزردة بمعنى أصفر، يعني أن ترابه أصفر عندما تغيب، يعني وقت غياب الشمس، يعني لها تسميات. فأن الشيخ حسن القلزردي هو أول من سكن هذه القرية وبنى مسجدا ومدرسة وقام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا بحثي مقسم إلى 4 أقسام، يعني إلى 4 مباحث. المبحث الأول أتحدث عن الشيخ حسن القلزردي، والمبحث الثاني أتحدث عن ابنه الشيخ محي الدين البرزنجي القلزردي الكركوكي، وثم بعد ذلك الشيخ محمود القطب الشورجي، والخامس الشيخ أحمد فائز البرزنجي. اخترت 4 علماء من هذه العائلة. الشيخ حسن القلزردي هو ولد في قرية نودية، والنودية بمعنى القرية الجديدة، ولد هناك سنة 1086، وتعلم العلم، ثم بعد ذلك أصبح عالما وبنى هذه المدرسة، وقد كانت هناك أو كان هناك كثير من طلبة العلم يدرسون في مدرسته في قرية قلزردي، وتخرج من هذه المدرسة كثير من العلماء، وله مواقف مشرفة في دفاع عن الدين وعن الوطن، منها رسالته المشهورة إلى نادر شاه العجمي. كان الشيخ حسن القلزردي رحمه الله غيورا شجاعا، لا يخاف في الله لومة لائم ولا سطوة ظالم. وعندما احتل نادر شاه مدينة السليمانية وشرد أهلها مع الكثير من القصبات التابعة لها، زحف بجيشه الجرار باتجاه الموصل، ووصل إلى قرية موكبة في ناحية سورداش، فتش عن أصحاب النفوذ الروحي في الولاية وأرشدوه إلى الشيخ حسن القلزردي رحمه الله، فكتب إليه كتابا ذكر فيه مراده ومرامه وأحواله. وهذا نص كتاب نادر شاه إلى الشيخ حسن القلزردي، فقال: وبعد، فإن أجل مطالبي وأول مآربي ترويج مذهب جدكم جعفر الصادق رضي الله عنه الإمام الهمام منبع العلوم والحقائق، وأن حبي لأجدادكم الأماجد لمعلوم، وأن مجيئكم إلينا لزم أشد اللزوم، فبوصول أمري إليكم ائتنا لنتبرك بكم وبمن لديكم، وإلا فستنزل نار غضب عليكم والسلام. فرد عليه الشيخ حسن القلزردي رحمة الله عليه فقال: فقد أخذت كتابكم، أما دعوى حب أجدادي فلا أعلم أهذا الحب مشوب ببغض الأصحاب أم لا،
فإن كان مشوبا ببغض الأصحاب فلا ينفعك يوم الحساب، بل يكون سببا للحساب والعذاب. وأما قولكم أن هدفي ترويج مذهب جعفر الصادق رضي الله عنه، فهو وإن كان من أجل التابعين وأكمل المجتهدين، لكن لانقراض أصحابه ما صار مذهبه مدونا، ولو علمنا تدوينه لاتبعناه لكوننا من ذريته. ثم أوصاه ببعض الوصايا، فقال: أوصيك بأن لا تحارب مع السلاطين العثمانيين، إذ قد اطلع أهل الكشف على بقائهم إلى قرب قيام الساعة ممتازين بخصائص لا توجد في غيرهم. ووصاه بوصية ثانية وقال: أن ما أضمرت من تخريب الموصل والحرب مع أهلها فلا تفعله، لأن ذلك يكون سبباً لهلاك جندك. ومنها من الوصية الثالثة أن تجعل في التوبة والاستغفار قبل أن يفاجئك الحمام والبوار. وأما إشارتكم إلى نزول غضب الشاه علي فلا تخوفونا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإني أحذرك من مكائد بعض أقاربك عليك، فإنه يريد قتلك، والسلام على من اتبع الهدى. بهذه الجرأة وبهذا الكلام رد على نادر شاه، يعني حدث ما حذره منه، وقد قتل بيد أحد أقاربه عند رجوعه من السليمانية نحو إيران. نعم، وللشيخ حسن القلازردي مؤلفات كثيرة، ولكن يعني حوالي 14 مؤلفا، كلها يعتبر من المفقودات، إلا مؤلف واحد موجود في المكتبة القادرية في بغداد، وهو رسالته يسمى حاشية على رسالة الاستعارات والشرح للأسفرائيني، موجود في المكتبة، مخطوطة إلى الآن في المكتبة القادرية. أما المبحث الثاني تحدثت عن الشيخ محي الدين الكركوكي، هو ابن الشيخ حسن القلازردي، كان عالما فاضلا تقيا ورعا، وهو خليفة الشيخ إسماعيل الولياني الذي هو عمه، وكذلك ألف حوالي 24 مؤلفة، وفقد كثير من هذه المؤلفات، ولم يبقى إلا 5 منها، وهذه المخطوطات 5 كلها موجودة عندنا في يعني حوزتنا، وعندنا لدينا مكان مخصص لحفظ هذه المخطوطات. والجدير بالإشارة إليه أن الشيخ محي الدين كركوك كان عالماً متضلعاً في جميع العلوم العقلية والنقلية، وضرب لكل منها بسهم، بالإضافة إلى ذلك كان ملماً بطب الأعشاب، ويجري التجارب عليها، وينفع المسلمين عن طريق الأدوية التي يركبها بتجاربه، ويؤلف الكتب القيمة، حيث أنه ألف في هذا المجال كتاباً مؤلف من 3 مجلدات ضخمة. وقد رسم الشيخ رحمه الله تعالى صورة الإنسان، وبين عليها أماكن الحجامة، كيف يكون الحجامة للإنسان. وهذه الصورة أنا نزلتها، هذه الصورة يعني تقريبا صورت أو رسمت بيده الشريفة قبل 250 عاما، وبين فيها أماكن التي مثلا إذا كان للرأس أين يكون مكانه، وللفقرات وللذراع وللفخذ وما إلى ذلك، كل الأماكن بين عليها، وبين فوائدها في ذلك. وقد ترجمت، لأن هو الكتاب مكتوب باللغة الفارسية، وترجمت ذلك إلى اللغة العربية والأماكن التي فيها. نعم، والمبحث الثالث تحدثت عن المجاهد النسابة الشيخ محمود القطب الشورجي، الذي ولد سنة 1252 الهجرية في قرية عثمان لك، تابعة لمدينة كركوك. الشيخ له مؤلفات، 7 مؤلفات، وموجودة عندنا هذه المخطوطات، ولكن أنا أسلط الضوء على شيئين من حياته. أولاً،
هو نسابة كبيرة جدا، له مؤلف يسمى بحر الأنساب إلى الآن مخطوط، والمخطوط عندنا لأنه هو جدي الرابع الشيخ محمود القطب. فهذا المؤلف يعني حوالي 820 صفحة في بحر الأنساب يسمى أشرافية محمود. والثاني أنه كان بالإضافة إلى ذلك كان مجاهدا حيث أنه جاهد الشيخ محمود القطب ضد الاستعمار القيصري الروسي سنة 1294 الهجرية في حكم السلطان الصالح عبد الحميد الثاني، إذ قامت روسيا القيصرية الحاقدة بهجوم شامل على الدولة العثمانية الإسلامية لإذلالها وتهديد عاصمة الخلافة، وقد فتحت الجيوش الروسية جهتين، الأولى في أوروبا في منطقة البلقان والثانية في قفقاس على حدود المنطقة. نعم، وقد جمع الشيخ محمود القطب حوالي 250 مجاهداً وانطلق من قريته، وأكثرهم كانوا من أقاربه ومن العشائر الأخرى التي كانوا موجودين، وذهبوا إلى تلك المناطق الحدود الإسلامية، وقد أبلوا بلاء حسنا، وقد أنزلت هذه القوات يعني ضربات موجعة بالقوات الروسية وانتصروا ثم عادوا بعد ذلك. ويذكر ذلك الشيخ عبد الكريم المدرس، يقول أن الشيخ محمود القطب الشورجي سافر إلى الجهاد مرتين ورجع سالما في كتابه علماؤنا في خدمة العلم والدين. وأخيرا هو الشيخ أحمد فائز البرزنجي، كذلك من هذه العائلة المباركة، له حوالي 18 مؤلف، ومن أعظم مؤلفاته كتابه كنز اللسن. إذا سامعين بهذا الكتاب، كتاب رائع جدا، يعني قل أن يوجد له مثيل، لأنه لم أجد يعني أحدا كتب مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه خصوصية، إذا ولو بقي دقيقة بس أشرح هذا الشيء لهذا الكتاب، يعني خلص الوقت تمام. هذا الكتاب متكون من 7 لغات: عربية، تركية، فارسية، وبيت شعر بالروسية، وبيت شعر بالفرنسية. جمعهم كل هذه الأمور وجعل حوالي 11 عمودا، وجمع في كل عمود، عمود الأول مثلا كتب في علم العقيدة، تقرأ هذا البيت بالعمود تنزل جوه، يتحدث عن تعريف علم العقيدة وموضوعاته وما إلى ذلك، والعمود الثاني يتحدث عن التفسير، والعمود الثالث عن الحديث وعلم الفقه وعلم النحو والصرف وعلم الحكمة وعلم كل هذه العوامد. عندما تقرأها يطلع لك علم، وتقرأها بشيء آخر يطلع لك علم آخر، وهذه الأمور. والحكمة من ذلك كذلك، هو جاب أبيات فرنسية وروسية وكردية وتركية ودخلها ضمن هذا الجدول، وعندما تقرأها عرضيا ينقلب هذه اللغات إلى اللغة العربية. فهذا كتاب يعني قيم جدا، ألفه الشيخ أحمد فائز البرزنجي، وكان قاضيا، يعني اشتغل منصب القضاء في كثير من المدن، منها السليمانية والموصل، وكذلك في الواسط والديوانية، وكذلك في أستانة، يعني في أسطنبول، هو كان قاضيا في هذه الأماكن. و يعني فقط بقي لي التوصيات، اذا سمحت لي دكتور دقيقه واحده، كتبت بعض التوصيات، يعني منها اولا دراسه، يعني الاهتمام بدراسه حياه علمائنا وابراز جهودهم في خدمه الاسلام والمسلمين، اظهار مؤلفاته القيمه امام الباحثين وطلبه العلوم الشرعيه لدراستها وتحقيقها، تشكيل لجان مختصة للبحث عن المؤلفات المفقودة والمخطوطات المفقودة لعلمائنا. هناك كثير من علمائنا يعني كان لهم مؤلفات كثيرة، منهم الشيخ معروف النودهي 40 من مؤلفاته مفقودة، منهم الشيخ، فللبحث عنها في داخل وخارج العراق وفي المكتبات الخاصة والعامة، تعيين مختصين وتكليفهم بالقيام بمهام الترجمة. هؤلاء العلماء
كانوا يؤلفون بعض الكتب باللغات الكردية والفارسية والتركية. يا حبذا تشكل لجان لترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية لتعم فائدتها. ويعني توصيتي الأخيرة هو أطلب من جنابكم أن يعني مثلا مقترح أن يكون مثلا يؤلف كتاب باسم معجم مؤلفي العراق، فقط نجمع هؤلاء العلماء في حقبة زمنية إلى نهاية مثا كذا، يعني نجمع علماء هؤلاء ومؤلفاتهم كذلك، يعني خشية من الضياع، وحتى يكون مثلا مرجعا ومصدرا لمن يريد أن يبحث عن حياتهم ومؤلفاتهم. وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله هذا الكتاب إن شاء الله هدية لجناب الشيخ إن شاء الله دكتور مثنى الضاري. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.